Hadi watu batestita والكره بالشباك الكره بالشباك بنيانتو محمد بنيانتو يسجل الان في هذه اللقطه واشعل الكهرباء في الملعب محاوله عبد الوهاب جعفر يبرر خطيره للشباب خطيره للشباب خطيره يا شباب خطير جدا لتغير كل مجريات المباراه للشباب او للنادي الاهلي للشباب خطيره امام المرمى هياها جول هياها جول مع ثلاثه حيسجل محاوله انطلق لعب كوره داخل منطقه الجزاء محاوله جول جول الله يا شباب الحريات الصعبه التي كان يعيش طبعا في كل مباريات انه دائما اول من يستقبل يصوب يصوب 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 هو بس هو بريتو من سيسدد بنيانتو الله ناجي يلعب الكرة في العرضية هيدخل علي الدرجات لدينا مضيف كبيرة خاطية بنيانتو يسجل على الأقل هدف واحد الله شوف مضيف وهذا يتدخل عمر ساكو في اللقطة الماضية أيضا تعود بتطويرة الله الله على الفرصة الله على اللعبة بنيانتو يا سلام على بنيانتو وناجي المزعج من الناحية اليمنى أمامها مصلان وهذه هجمة لبنيانتو مرور وتسديد